عسلامة، مرحبا بيكم، ان شاء الله تكونوا لاباس، ان شاء الله تكونوا في خير ونعمة. ايش باش نعملوا اليوم؟ جربوا الماكينة هذية، ماكينة نتاع خبز مولينكس هوم بريد. هيا شوفوها من القريب. هي ماكينة مستعملة هذية، جبالي بدر قال لي جربها كان عجبتك ناخذها. باش نجرب البان دومي. عندي الوصفة لهنا هايكي، 60 مللتر ماء و 250 مللتر حليب. نبداو ديما بالمكونات السائله في الماكينه هذه. 250 مللتر حليب و 60 مللتر ماء، 2 كويغا كافي دو سي، زوز مغارف صغار ملح، 2 كويغا صوب سكر، زوز مغارف كبار سكر، 20 غرام دو بوغ، 20 غرام زبدة ذوبتها الحقيقة. هما في الفيديو دي حطوا فيها طرية، اما اني ما عنديش، خرجتها من الفريجيدير وذوبتها، ما عنديش معنى بدرجة حرارة الغرفة. و 520 غرام فرينة، حط 300 غرام جات بالضبط 220 غرام الكل، في كل 520 غرام فرينة. اللي حطيت نتاع البيتزا مش كاري خميري، نسكر عليها و دوغاج ماني قداش دوغي. دو اش نختار 750 غرام ونحط اوكي. هاكي بدات تدور، هي توا باش تدور باش تعجن على روحها وباش تعمل كل شيء باش تخرجها طايبه في ساعتين و 12 دقيقة. ريتوها حسب الحاجات اللي اخترتها. تعالوا نشوفوها زعما تطلع باهية ولا لا. لهنا اخترت لها بروغرام 2 اللي هو بان بازيك رابيد. شوفوا ما شاء الله حليلتها بدات تخدم بالكدا. نجم نحلو نشوفو ديريكت راهو هي تخدم، ما يصير لها شيء. بعينك وخايتي خدم على روحك خدمه. وبما انه الخبز قاعد يطيب في ماكينه الخبز باش تعمل لك شيء تركح لك شيء بقدر ربي، باش نعمل هنا غوسيت نتاع فوندون او شوكولا. ديجا جربتها معاكم بالشوكولا كوفرتور اولي، واليوم باش نجربها بيذا 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 كيف كيف. زاد شوكولا كوفرتور حاجه تاعهم راهم يجيو كان بالشوكولا كوفرتور. هاها نلقى روحي شارية باتا كلاسي، جربوها تجي ولا ما تجيش. على كل حال جو با لو شوا توا، الحقيقة ما فقتش بروحي اللي خديتها باتا كلاسي، وما باش نجربوها تنجح ولا لا. في كل الحالات نحب نجربها وما نيش باش نخرج نمشي نقضي. دونك باش نحطهم في بان ماري باش يذوبوا. دوبا تبدا تذوب بالشوكولاتة، باش نزيدها 200 غرام زبدة حيوانية. الزبدة تو ولات موجودة ما شاء الله
وليت نتعدى نلقاها ما عادش نشريها بكثر ما عندي عبايه زبده ما شاء الله. باش نحط في اول مرحله العظم، 6 عظمات نزيد عليها 125 غرام سكر وسكر فاني. اذا كان ما عندكش ميزان ديما ننصحكم خذوا منه الكاس هذا، اكل يقيس لك الفارينه ويقيس لك السكر ويقيس لك السمول السميد ويقيس لك الليكيد ويقيس لك كل شيء. كان ما عندكش هذايا كيس عادي نتاع 200 مللتر تحط شطر واكثر شويه من شطره، يجي 125 غرام سكر. وتوا نخلطوا مستانس ياسين يعاوني ويحضر معايا، اما على خاطر قاعد يلعب هو وخواته هو، بما انها جمعة امتحانات باش نخليه يلعب على راحته باش من بعد وقت القراية قراية. هكا سي بون، وتوا نزيدو الزبدة والشوكولاتة الذايبين بروغريسيفمون. توا نزيدو 125 غرام فارينة، معناها شطر كاس نتاع 200 مللتر بالضبط. تحب كاس تاي؟ نخلط. تحب تخلط؟ إذا خلط جيب الكرسي، جيب الكرسي. لا لا باهية هذه، خلط عيش ولدي صغيرة. لا لا مش باش نقعدوا عامية فيسع. يا لطيف يا لطيف، يا مشت يا مشت يا مشت سياسة يا مشت. طيب في جاتو، طيب في جاتو، تحب الجاتو وانتي؟ باه تعرف تخلط بالقدا؟ مجهول خميرة مزيد. لا بذي بلاش خميرة مجهود، هذي ما نحطوش فيها خميرة، نحطو فارينة مزيد. كم لا فارينة يعني كم مزيد الجنب، هيا عمل الجنب ذاك خلط بالقدا عاش ولدي فيه ساعة هيك واحد صحيت يا بطل احسنت صحيت يا بركه من العبر صحيتك يا بطل عيش ولدي العزيز. وشوفوا الحلاوه شي خلاها اللقطه تبدا هكا خلطه متماسكه مسترسله جميله. باش باش نحط في الليمون بعد ما دهنتهم بالزبدة، أني راني مانيش من محبين الشوكولاتة البيضاء، هيك علاش باش نعمل إضافات مش باش نخليها كلها بيضاء. ذقتها بنينة راهي، أما مش كل اللي نحبو أني بالضبط ماني عرفتو، سورتو أنها ماهيش كوفرتور، ماهيش شوكولا كوفرتور. باه هذو مزوز من غير حتى اضافات. باهي باهي يا امينس، باهي باش ناخذ شويه زيت هذايا قارص مرحي، قشور قارص مرحيين. حط لي خير انا خلصت، حط لي نزيدة. شيختو باللعبة؟ اي صح، هذا اللي بالقارص النوع الثالث. شو نحط قشور البرتقالة؟ من اكثر من قشور القارص. سكر سكر ما نحطوش الكيكة، حطوا ورقة، حطوا ورقة.
كيفاش تعرف انت انا ما باش نقمرين لهم بلايص حتى باللون راهو باش يظهروا ياسين واحده باش تطلع برتقاليه واحده صفراء واحده بيضه ولنا حبيت على كعبه كم مستحمره ريحتها بالميكسور بلونجون خديت شويه فريز يمكن اربع كعبات ريحتها بالميكسور بلونجون شوفوا لي كلون الاحمر محليه الفريز توا في السوق سبت هذايا معناها البارح خديناه 3 دينارات الرطله يا مجد لحظة عايش ولدي لحظة مش ما عملتش جيرة هذي باش نزين بيه القط وكاها صفيته باش ما يقعدوش يكتروه في الفندق باش نحطوهم توا سويعه في الفريجو سويعه بتاب هذيا نورمالمون مهمه ولهنا في انتظار انه الفندان يتعدى عليه سويعه في الفريجو نعمل نطلع على الماكينه نتاعنا شوفوها طلع عليها هكا هاني قاعده تخمر مازال لها توا 48 مازال لها 48 دقيقه باهي توا بعد ما تعدي التسويعة باش نخرجها من الكونجيلاتور كديجا هما راهم بريسك يبسو بالنسبة للفور راهو نسخنوه مسبقا نخليه هكاكا درجين يسخن بالقدا ومن بعدها نحطو باش نجمو معناه يطلع لنا حساب الوقت صحيح باش نخليهم 10 دقائق بالضبط 180 درجة مروحة من الفوق ومن اللوطة حطيتهم في وسط الطبق وتوا شوفوا الوقت 19:37 19:38 لهنا استحقت أكثر وقت 19:54 لازم الشرفات الفوقانية تطيب راهو باش نخرجهم اه مالنا باش نخليهم يبردوا باش نحضر عشاء سريع على الاخر وبالنسبه لماكينه الخبز الخبزه سيبوا الوقت نتاعها هكا صفر كملت اما حابه نخليها غادي لان زيت تحمر شويه ومانيش عارفه طابت بالكدا ولا لا دونك باش نخليها شويه وقت في سخانتها معناها بعد نرجع حطيت زيت نزيد عليه هذه بصلة مقطعة وبش نزيد هكا حفنة كبيرة سبناخ وبالطبيعة نغطي عليها لهنا باش نحط شوية زبدة خليها تذوب وعندي لهنا عجينات نركضها نحطلهم شوية ملح شويه فلفل اكحل ريحه زق فيها مش نورمال مش تاول قاتو حتى نتعشى
تعشاو قبل يا مجود. توا باش نشوفو الخبز. بسم الله. هذه بالطبيعة راهي النقبة نتاع الوحدة اللي تدور. خبزة زيت هي لازم نخليها تبرد. ماما نشوف ماما شنو عندها خبزه. عندها خبزه بالمكينه هي لازمها تبرد راهو باش نجمو نحكم عليها. ما اني قاعدة هذاك غاتو ولا خبزة؟ خبزة خبزة يا امين. كيما الباندومي هاو باش نعطيك لحظة. وكما سمعتوا صغار جاءوا على الاخر ما عادش يستناو ويحبوا على الاومليت. هذيك اومليت غولي راهي بنينه بنينه على الاخر تجي خفيفه وبنينه بالحق. بالنسبه للخبز استعجلت على خاطر ما عادش نجمو يستناو وقصيته هو سخون. اما كان تحبوا معناه اي خبز ما تحبوه ما يتفتفتش لازم نستناوه هي برده شويه. والأومليت راهو تشوفوا فيها صغيرة أما لكن هي فيها برشة طبقات وتشبع وعريضة. شوفوها من هنا كيف انهم الطبقات كظاهرين بنينة بنينة على الاخر. والمرة هذه اللي عملتها سامبل جوست عظم وملح وفلفل اكحل. نجمو راهو نزيدو فيها فخماج بصل فلفل مقطع جويد نجمو تزيدو فيها اللي تحبو راهو. وبالنسبة لماكينة الخبز الحقيقة اختراع جميل على الاخر. انت تحط لها المكونات وهي تعجن وتخليه يخمر وحدها وتطيب لك. ما شاء الله ما شاء الله شره اختراع جميل على الاخر ما كنتش نعرفه الحقيقة. والخبز جاي بنين 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 على الاخر وبوغو معناها مخدوم بالقديرة وماهوش ملكزة. وكما قلت لكم اني راني استعجلت سينو راهو ما يتفتفتش هكاكا. والوصفه هذه راني جربتها هي بيدها من غير ماكينه زيدا بدينا على الاخر. ما عندوش ماكينه وحاب يجربها زيدا تنجموا تجربوها بنينه مش نورمال. هيا بعد ما قسيتها كما شفتوا حزتها اكل الهريسه الحمراء البنينه اللي عملتها ماما بالحق. الهريسه هذيك نتاع الفلفل الاحمر فرشك مش شايح لازمكم تجربوها ياسر ياسر بنين مش عادي مش عادي. احنا ديجا دي ثاني مره تعمل هي تعملش كونتيتي كبيره عند زوز كيلو اخر مره قلت لها لا لازمنا نشريو كميه كبيره ونصبروها باش تقعد لنا عام كامله. ان شاء الله تو نشاركها معاكم باش تصبر. يعني الطريقه اللي عملتها ما تصبرش عام كامل نتاع شهر كيكه وكها. وزدت هاك السبنيخ هذاك اللي معمول في الزيت وشويه بصل بالحق ان نشيخ عليه السبنيخ نحبه نموت عليه. والطريقه هذه اللي نطيبه بها يجي زبده زبده بنين على الاخ. وكمل معاهم هاك الاومليت هذيك الخفيفه. نحكي لكم ساندويتش بنين مش عادي بلي باش نوصف لكم ما نجمش نوصف راهو بنين على الاخر. وزدتها طوماط سوغيز حلو عسل
وباش تقولوا لي كوسه قداش تبيع الغليله بالحق، حلوه حلوه على الاخر. وهكا عنا عشي خفيف بنين يعمل 66 كيف، وعلى قد ما هم المكونات بساط على الاخر، معناها تعرف عظم، تعرف بصل، تعرف سبنيخ وطماطم، ما نحكي لكم مش وكل هريسة نتاع ماما الخليط كله هاك مع بعضهم جي مش عادي، معناها تقولش عليك درافيش تاكل بنا لا تقاوم. بنا برشا ياسين المخماخ ولد المخماخين. يا ما جديدة كنت مخماخة بدور، شنو رايك بنين؟ يعطيك الصحة. ليش شنو رايك في الخبز؟ تنجح الماكينة؟ تستحق من هنا ناخذها؟ اي تستحق. عجبك الخبز؟ هاي صح الاخر نلاك ونفعل خبز ناي وبالماكينة. اي ما عشان نشي خبز الشارع صحيح. ولادي اصبروا ما تخلطوا همش، اصبروا ابدر قلبها الساعة خلينا نشوفوها مزروب سيئ. ليه ماما نحي اقعد في بلايسكم ما باش نعطيك ماما تتجبد يا وليدي سيب. اي فندم فندم الحد نتاع الليل اصبروا بدك اللي سوتاز صغيرين اللي نحط عليهم كيسين تاء. ايش شوف هنا هذه الفريز الحقيقة ما ننصحكمش بها، هي بنينة وهي سخونة راهو، أما من بعد الكعبة اللي بردت ما قعدتش بنينة، نرمال ما نقصلها شوية فارينة على خاطر الفريز كيف الحيطة قعد متماسك شوية، ما نعرفش ما ننصحش تجربوها بالوصفة هذه، معناها ما ننصحش تجربوها، خلي نكتشفوا مع بعضنا اللي بالبرتقال والليم والعادية ونحكموا دجا ما خسرين شيء، يعني هكا في خير لحظة راهو خطرت لي نزيدهم هذوك الزيادات ونجرب ونشوف. ليجي هيك ليجي رجعتهم طابو على خاطر بكري كانت ناقصة. يا شوفوا الجمال، شوفوا الجمال، إنها جميلة. حط نوار، فرق النوار عايش ولدي. نعم كما جيوكا خشلنا في عرض. يا حشبه صغيرة الفريزة. السلام عليك أيها النبي والله وبركاته. طيب أنا حشرة أمين ما تقول حشرة شد ياسر كبيرة نحب هذين كذا ده حين نسلم ونأكل ويه سلم وانت عطيني لحظة. هذه ياسين اختار أزين كعبة حتى النوار نوار زينة برا ذيك. بنينة ولا مش بنينة؟ بنينة برشة ولا شوية؟ برشة هذه برتقال ولا ليمون ولا قارص؟ برتقال صحة. هذه قار نذوق شوية كل الناس البنة راه يا ما مش كيف كل واحدة النكهة نتاعها. هذه نفس النكهة بنينة هذه برتقال يا سيدي.
نشوفوا هذه. هذه أزين لقطة في العالم. هي خذت أفش الواحدة. هما بني. مش بشتاعش بخضر فيها حد شيء. أنا أكد لك. ببرتقال هي. زعما. بقارس هذه بنينا بنينا على الأخر. ليش هذا بقارس بنينا؟ بنينا ظاهر المطعم قارس مصدوز بنينا نلعب بنينا نمونا ياسين 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 بص الحركة دي بص 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 الحركة دي بص عليا يا قاعدة نصور بص الحركة دي يزي يا مين بلال بص الحركة فرج مين مفرج مين راهو أكثر واحد ضحك في الدار كان شدته ضحكة ما عادش تسايبه يا أمين على قد ما ديما متغشش وديما ينغنغ على قد ما هو أكثر أكثر واحد ضحك لا 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 تو تشرق حتى تشرق ليش تسنق البريز بتاعي تحب مع الصبحك يا زينة غدوة شنو تعدي امتحان امتحان يا بي قال واحد واحد مستعد صديقي قول ان شاء الله ديما قول ان شاء الله مستعد لاكل فريش مستعد لاكل فريش مستعد لاكل الفريزه بالسكر أمشي يجيكم مجد توريكم مجد كليها كعب تورا وسيم من بكري ما يبغى بكر